بسم الله الرحمن الرحيم. أبناء طلاب الصف الثاني المتوسط ومتوسط دار الثقافة الآلية، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في درس جديد من دروس مادة لغتي الخالدة وحدة تقنيات التحليل الأدبي وصف القاطرة. يقول الشاعر العراقي المعروف معروف الرصافي في قصيدته وصف القاطرة: وقاطرة ترمي الفضا بدخانها، وتملأ صدر الأرض في سيرها رعبا. لها منخر يبدي الشواظ تنفسا، وجوف به صار البخار لها قلبا. تمشت بنا ليلا تجر وراءها قطارا كصف الدوح تسحبه سحبا. فطورا كعصف الريح تجري شديدة، وطورا رخاء كالنسيم إذا هب. يمر بها العالي فتعلو تسلقا، ويعترض الوادي فتجتازه وثبا. وتخترق الطود الأشم إذا انبرى، وقد وجدت من تحت قنته نقبا. يرن بجوف الطود صوت دويها، إذا ولجت في جوفه النفق الرحبا. وتمضي مضي السهم فيه كأنما ترى أفعوانا هائجا دخل الثقب. تغالب فعل الجذب وهي ثقيلة، فتغلب بالدفع الذي عندها الجذب. هو العلم يعلو في الحياة سعادة، ويجعلها كالعلم محمودة العقبى. طبعا إذا قمنا باكتشاف النص بتعرف الأديب بداية والشاعر الكبير معروف الرصافي، وهو من أبرز وأشهر شعراء العصر الحديث الذي ينتسب إلى بلدة الرصافة ببغداد بالعراق. طبعا ولد سنة 1292 هجرية، وتوفي في العام 1364 من الهجرة، بعد أن جمع شعره الذي كتبه في مجالات عديدة في ديوان يحمل اسمه، منه هذه القصيدة بعنوان وصف القطر. نبدأ بعرض الأسئلة، أشير بعلامة صح عن يسار الإجابة الصحيحة. يعبر الشاعر في نصه هذا عن هل نفوره وكرهه من القاطرة أم إعجابه بالقاطرة. طبعا أحسن، إعجابه بالقاطرة. السؤال الثاني: النص ينتمي إلى ألف العصر القديم، باء العصر الحديث. طبعا كما أوضحنا من قبل، ماذا قلنا؟ أنه من أشهر شعراء العصر الحديث. أحسنت، إذن هذا النص ينتمي إلى العصر الحديث. ثالثا، لدينا بعض الصور لنماذج مختلفة من القطارات. هنا قاطرة تعمل بالفحم قديما، وهنا قاطرة تعمل بالنفط، وحديثا في الوقت الحالي قاطرة تعمل بالكهرباء. النص يتحدث عن قاطرة تشبه القاطرة التي في الصورة. هل الصورة الأولى بالفحم، أم الصورة الثانية، أم الصورة الثالثة؟ طبعا صورة القاطرة التي تعمل بالفحم، إذن هي الصورة الأولى. أحسنت. أتعاون مع مجموعتي لتظليل المعنى المناسب. معنى كلمة الشواظ: هل اللهب الذي لا دخان فيه، أم اللهب مع دخانه، أم الدخان فقط؟ أي الإجابة تكون صحيحة؟ أحسنت، بارك الله فيك. اللهب الذي لا دخان فيه، ممتاز. كلمة الطود الجبل الصغير، أم الجبل العظيم، أم قمة الجبل؟ الجبل العظيم، بارك الله فيك. قنته أي أعلاه. أحسنت. ثانيا، أتعاون مع مجموعتي القيام بما يلي: إيراد أكبر عدد ممكن من المعاني المختلفة لبعض هذه الكلمات. كلمة الدوح
ومفردها دوحة، الدوحة أحسنت، وكلمة الدوح تعني الشجر العظيم الكثيف الملتف، أحسنت. أما كلمة رخاء فتعني يسيرا أو سهلا. نستعرض المعاني السابقة ونناقشها ونبحث في معجمنا عن معاني هذه الألفاظ، معاني أخرى لهذه الألفاظ، ثم نقوم بتضمينها ملف الإنجاز. ثالثا، أتعاون مع مجموعتي لاستخراج ألفاظ من النص تتفق مع الدلالات التالية. لدينا مجموعة من الألفاظ التي تتعلق بصوت القاطرة، منها كلمة يرن، يرن بجوف الطود. آتي ببعض الكلمات التي تتعلق بصوت القاطرة لدينا، أحسنت، دويها، لدينا صوت، لدينا العديد من الكلمات الأخرى، أيضا ألفاظ تتعلق بحركة القاطرة، منها يخترق، منها تمشت، ومنها تجر. أتعاون مع مجموعتي بالاستفادة من الإضاءة للقيام بما يلي: وضع الفكرة الرئيسة والأفكار الفرعية التالية في مواضعها بشجرة الذاكرة. لدينا نموذج شجرة الذاكرة، نقوم بتحليل وتحديد الأفكار الرئيسة والفرعية. طبعا الفكرة الرئيسة لدينا وهي من هذه الأفكار: وصف القاطرة، وصف دخان القاطرة، وصف سير القاطرة، وصف مخرج دخان القاطرة، ووصف صف العربات وراء القاطرة. نقوم بتوزيع هذه الأفكار على نموذج شجرة الذاكرة. نبدأ به الفكرة الرئيسة أو الفكرة العامة وهي: ممتاز، وصف القاطرة. ثم نقوم بوضع هذه الأفكار ونقسمها على نموذج شجرة الذاكرة: وصف دخان القاطرة، نعم، بداية، ثم وصف سير القاطرة، وصف مخرج دخان القاطرة، وأخيرا وصف صف العربات وراء القاطرة. نأتي للسؤال الثاني: ذكر نوع الوقود الذي صارت به القاطرة. طبعا رأينا أن هذه القاطرة تسير بالفحم، أحسنت. طبعا لدينا بعض الأبيات التي سنقوم بتحليلها وشرحها، شرح البيت التالي شرحا أدبيا بعد مناقشة الأسئلة التي بعده مناقشة شفهية: وقاطرة ترمي الفضاء بدخانها وتملأ صدر الأرض في سيرها رعبا، ما الذي يصفه الشاعر في هذا البيت؟ أحسنت، يصف سير القاطرة التي تحدث الرعب والخوف عندما تسير على الأرض، يبقى يصف سير الإيه؟ سير القاطرة، جميل. نأتي للسؤال الثاني: إلى أي جهة ترمي القاطرة دخانها؟ ترمي إلى الأعلى، طبعا بالتأكيد. السؤال الثالث: لو لم يكن دخانها كثيفا ومتتابعا، هل يمكن أن يراه الشاعر واضحا؟ بالطبع لا، إذن لا يمكن. هل الأرض كائن حي يمتلئ صدره خوفا شديدا؟ بالتأكيد لا، ليست الأرض كائن حي يمتلئ صدره خوفا شديدا، لما هو تشبيه. بماذا شبه الأرض هنا؟ شبه الأرض وقاطرة ترمي الفضاء بدخانها وتملأ صدر الأرض في سيرها رعب. هل الأرض تصاب بالخوف والرعب؟ لا، إذن الشاعر قام بتشبيه الأرض بإنسان أو بكائن حي يصاب بالرعب جراء سير هذه القاطرة عليه. يبقى إذن شبه الأرض بكائن حي خائف خوفا شديدا. طبعا هذا التشبيه يفيد التعبير عن الأثر الكبير والقوي الناتج عن سير هذه القاطرة التي تحدث الخوف والرعب والفزع في كل من يسمع صوتها جراء أو نتيجة لاحتكاك صوت عجلاتها مع القضبان الحديدية. نأتي للسؤال التالي:
ماذا تفيد كلمة تملأ في التعبير؟ طبعا تفيد التعبير عن إيه؟ عن أن الأرض يعني هذا القطار لم يترك مكانا ولا شبرا على الأرض إلا وأصابه الرعب والإيه؟ والخوف. يبقى إذن تعبير عن أن الخوف الشديد غطى كل صدر الأرض، غطى كل شبر على هذه الأرض بحيث لم يبقى مكان للشعور بالأمن أو الأمان والاطمئنان. ننتقل طبعا إذن أو إذا قمنا بشرح هذا البيت: وقاطرة ترمي الفضاء بدخانها وتملأ صدر الأرض في سيرها رعبا. هذه القاطرة التي يعني يخبرنا الشاعر عن سيرها وخروج دخان إلى الأعلى من مخرج دخانها، وعندما تسير هذه القاطرة فإنها تحدث الخوف والفزع والرعب جراء سيرها واحتكاك عجلاتها بالقضبان الحديدية كما أوضحنا من قبل. ثانيا، أتعاون معا بجواري للاستفادة من الإضاءة للقيام بما يلي: ذكر درجتين لسير القاطرة. نعم، فطورا كعصف الريح، مرة كعصف الريح كشدة الريح تجري هذه القاطرة شديدة، وطورا ومرة أخرى تمشي رخاء كالنسيم إذا هب، تمشي بشكل بطيء أو بشكل غير سريع. وإذا الدرجتين تمشي مرة مسرعة وتمشي مرة بطيئة بهدوء. شرح البيت التالي شرحا أدبيا بعد مناقشة الأسئلة: فطورا كعصف الريح تجري شديدة، وطورا رخاء كالنسيم إذا هب، بما شبه الشاعر سير القاطرة في الشطر الأول، شبهه بما فطورا كا أداة التشبيه، كاف التشبيه كعصف الريح. أحسن، يبقى إذن شبه الشاعر سير القاطرة في الشطر الأول بعصف الريح الشديدة أو بشدة الريح الكبيرة. ما جوانب الجمال في هذا التشبيه؟ طبعا هناك توافق بين شدة الريح وبين سير القاطرة السريع بشكل يعني يحدث يعني رعب وفزع لمن يستمع لهذا الصوت. طبعا توافق بين القاطرة والريح بصفة الجاري الشديد. السؤال الثالث: بما شبه الشاعر سير القاطرة في الشطر الثاني، قلنا وطورا رخاء كالنسيم، كاف التشبيه كما أوضحنا، كالنسيم إذا مر، لأن النسيم يناسبه المرور ولا يناسبه الهبوب، الهبوب يناسبه أو كلمة الهبوب تناسب عصف الريح أو شدة الريح، أما النسيم فيناسبه المرور. وإذن شبه الشاعر سير القاطرة في الشطرة الثانية بالنسيم. طبعا جوانب الجمال، طبعا هناك أيضا توافق بين سير القاطرة البطيء المتمهل وبين مرور النسيم الجميل الرائع الذي يعني يسعد من يمر عليه. وإذا هناك توافق بين السير المتمهل وهبوب أو مرور النسيم كما سنوضح فيما بعد. طبعا الشرح الأدبي: فطورا مرة كعصف الريح تجري هذه القاطرة بشكل سريع وكبير، وطورا رخاء بيسر وبسهولة تمر هذه القاطرة متمهلة بطيئة كالنسيم إذا مر. أقوم منفردا بما يلي: استخراج وصف للقاطرة من البيت السابع. آتي لنا بالبيت السابع. أحسنت، أن القاطرة عندما تدخل النفق فإنها تحدث دويا وصوتا شديدا وكبيرا. بارك الله فيك. إذن للقاطرة صوت يحدث دويا عندما تدخل النفق. السؤال الثاني: ذكر قانون أوجده الله في الطبيعة وله علاقة بسير القاطرة. طبعا كما تعلمون قانون الجاذبية الأرضية بإسحاق نيوتن. أقوم منفردا بما يلي: تظليل الدائرة التي تشير إلى اختيار مما يلي في قول الشاعر: وتملأ صدر الأرض
في سيرها رعبا. هل هنا عبر الشاعر عن خوفه أم عبر عن أن القاطرة مصدر خوف فقط دون أن يخاف هو؟ أحسنت، الإجابة الثانية، عبر عن أن القاطرة مصدر خوف فقط دون أن يخاف هو. الشعور الغالب العاطفة في هذا النص، هل خوف من هذه الآلة أم إعجاب هذه الآلة الضخمة القوية أم كره هذه الآلة الرفيعة؟ طبعا إعجاب وانبهار بهذه الآلة الضخمة. ثانيا، ترى أفعوانا، والأفعوان هو ذكر، أحسن، ذكر الأفعى، ذكر الحية. ترى أفعوانا، تعبير يشير إلى يشير إلى الفزع والرعب والخوف. لدينا أيضا مجموعة من التعبيرات الأخرى مثل كعصف الريح، تعبير يدل على الشدة والانزعاج والضجيج. كذلك كالنسيم، تعبير يدل على الراحة، تعبير يدل على الارتياح وما إلى آخره. ثالثا، الإجابة عما يلي، هل ترى أن الشاعر وفق في قوله كالنسيم إذا هب كما أوضحنا من قبل؟ وما الذي دعاه لاستخدام كلمة هب؟ طبعا قلنا أن النسيم إذا هب، كلمة هب لا تناسب النسيم، إنما تناسب عصف الريح، شدة الريح هو الذي يهب. نقول دائما أن الريح تهب علينا، ولا نقول أن النسيم يهب علينا، بل نقول أن النسيم يمر علينا. طيب ما الذي دعاه لاستخدام كلمة هب؟ طبعا مراعاة ل القافية، وهي آخر حرف في البيت، البيت الأخير أو نهاية كل بيت، الحرف الأخير يسمى القافية. إذن لم يوفق الشاعر معروف الرصافي في استخدامه لكلمة هبة مع النسيم. هذه من الأمور المأخوذة عليه، ولكن القافية اضطرته لاستخدام هذه الكلمة غير الموفقة. إذا لم يوفق، طبعا التزامه بالقافية هو ما جعله يستخدم هذه الكلمة. رابعا، اختيار بعض التعبيرات التي أعجبتني من النص وبيان جوانب إعجابي بها. لدينا العديد من التعبيرات المختلفة في هذه القصيدة الجميلة، وصف القطرة. نتخير بعض هذه التعبيرات ونبين سر إعجابنا بها في هذه القصيدة. ننشد النص إنشادا معبرا، الكل يستمع مرة أخرى إلى إنشاد القصيدة ويستظهر النص كاملا. إن شاء الله نحفظ هذه القصيدة الجميلة بشكل كامل. أبنائي الطلاب، شكرا لكم، على وعد بلقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.